شريطا لجعيار الدين وترجع جنود العز القطة وبهاها طاحوا شريطا لجعيار الدين وترجع جنود العز القطة وبهاها حتى يتبل ميدان أيه يا خليل إن كنت قد الحمل قرب صوبها الألمات لا تحتل في تعظيمها شعار في كبر الإلم تكريمها وهل أنت اللي تعبت في تأديمها لتلومني لعجزت عن تحصيلها الأخوة شرح بالبير قبلك أنت وهتلك على عقال حتى تسيلها الأخوة شرح بالبير قبلك بأيلي وإلم حرة وإيلي المنفحات لبي عرفوك ولان تكفض مسلحات تسلحت حجر بالبير رأيك سلحت وهل أخوت ما كان فيه طلحات أدي حلو اليوم تطلع أنت بالبحر مش بالدير يرجع يسلحها اسلح لي ببحر وهيت نفسي بدها ابصر اللي بيت عود تطلق يدها صابت مثل سراء ايده مدها اللي بين السيوف وصول بالله قدها ويلي سرق بالله وحظه ساعده مش حق يرجع للبحور يردها اي ما دار للبحر الطاسع وغني لكن قلت معنى عكست المرحلي اشلحتك وكان الموج عم يغلي غلي وبيني وبين البحر وقعت مستني يعني على البحر من نقبل زغال بردك اله بيرجع يردك الي ايضا لك كرز مش مستاهل وشفته زغل وخيط عقلك سهل شفتك قلت والبحر عم تتقاتل وبترد كل شي بيوصلك من داخله للبحر عارف شو عم بيعطي الغشيم ولا قلت عارف شو عم ترجع له اشلحتك ببحر وحلك وعلك فيه وفيك الجزر والمد بلش يلتهي مش عم تحسب جوهرك معنى ذهي ابدي عم تبقى مثل ما عم تشتهي بموجي تجي عالشط وبموجي تروح تنشوف عمرك كيف بدو ينتهي بدو جزر ومد او امره نعيش لخو خلي البحر فيي يلتهي وخلي الرياح تجري بعكس ما اشتهي وصر النهاية كان عن فكرك فهي اتذكر سفينك روح بالعهد وما بقى بتصير تعرف كيف لازم انتهي بحياتك بتبحث بالخلود السرمدي وبدك نهاية والنهاية في يدي هات السفينة بالمواجب عمدي اعرض نهاية هائلك رح نبتدي لما تركها نوح عارف الجبل كانت نهاية حطب للموأدي بشوفة جبت بحث البنت اللي بتحرق انها بعذابها بتعود تاكل ايدها بالنابها ولما السفينة خزقت بهبابها مواجه بحور وخلصت اصحابها حيقفلها عين الشمل الواجبات وصار الوفا مطلوب من ركابها وفل بتحرق امها بعذابها بتعود تاكل ايدها بالنابها ولما السفينة خزقت بالشعب عجول الرياح وخلصت اصحابها حريقت لها حلت جميع الواجبات وصار الوراء مطلوب من ركابها سر السفينة كان بعدك جاهله عطينا شوية انت
الانتباه فانحللوه. هات السفينة جسم جبار ومنو ونوح ولاد وروح في عجلوا. ولما اتدوا الارواح منها ينزلوا اشباط هالنيران حمرة تحولوا. مش بس هي كل جسم ده الوجود البطروح من الروح ايمين عائلون. اعملت السفينة جسم ورحلك ما فتت وعملت نوح الروح. اعملت السفينة جسم رقيت ما فسد وعملت نوح الروح بنحك ما كسد. وهالروح هالخايف عليها من الحسد وبط الخلاص من الخطر صارت اسد. دخلك ولما كانت بقلب البحور كانوا فضل الروح يما للجسد ولما كانت بقلب البحور وآدم رجع
وبده الحاسس بقلبه وشال فوش تحبها حب الورى لو كان في معها وفا من حقها تسمع ما عندي حبها. يا ابو جبت كله بلا وجروحه بيضل عفراش الالم مطروح بالجسم لو ما الروح ما في دم والورد لو ما الروح ما بيفوح. شو الجسم تمثال وصنم من صم انغسل تاكل الشمس ملفوح والروح نسل المولى بين الضم غر ما تلوح الغصن ما بيلوح. وبين المرأة والرجال هل نحتم عين الشتم على الام عيب تشوح اللي يسبها بيكون سب الام اللي جابته وطلع شرشوح. وكان ارجع بانسى وذكر مهتم وبصر نوحه بالسكين النوح ما كان بالدنيا شمل ملطم لو ما تكون انسى حمام تنوح. وكان ارجع الموضوع لا يا عم بين الجسد ذاته وبين الروح الروح لو كانت ما مش هم ذيهم كان الجسم إلها عبد ومطرح ما بدها تحل وتروح. شو بات دخلك على الجسد جاني وصاير بحب الروح متفاني لا تمنعك تعملها تقدير ولا تغلطك اني جبت ثاني لكن قضيه بدها تصوير ولازمها تحليل ثاني لكن قضيه بدها تصوير ولازمها تحليل ثاني نجحتي تأدي الى التحرير عن المرأة كيف خلقاني من جسم آدم بس بلعب غير برسل وخامي الشيطاني ونفت نفس وهم قلبه كبير تحول تحولني دبلوني يروح التبغ بخال والتفسير مكتوب على قعد الأسطوان. لكن انا تأدي الى التحرير عن المرأة في خلقان من دون جسم آدم بس ضلع صغير برطين روحاني وشيطاني ونفت نفس وهم قلبه كبير تحول تعلمني دبلوني روح الطفل بخلاني والتصوير مكتوب على كعب الاسطوان. وكل تعبت لتقول عولة تصير وكل تعبت لتقول عولة تصير بيبقي تغريه هاي جوهاني بصلى العطر بيرتدي بتصير العين بريات الزيت شبهاني اليوم عاطفتك قوي كتير بتشوف حلوة حلم رباني وبكرة مثلك برد بالتفكير وضاع الهواء والساء والسماء بتشوف مين الحامل الثاني.